سميرة ونورا. سميرة عندها 4 ديال الشيخات. يا شوري لي يا وليدي طلع دابي وقيلوني كتبي لاقي ويلاقي الهوى صعيب. هاي لي 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 هاي يا بابا. الله الله يا مس الخير عليكم. اش غنعاود لكم غير البارح كان واحد العرس عند واحد المسؤول كبير كبير. قال لك حقا كاينه ازمه وما كاينش الفلوس. اسيدي الناس عندهم الفلوس. واحد العرس دار غا في الطبله الوحده عندهم ما نعرفش 500 ولا 600 طبله وعرض على نصارى وعرب وكل شيء ودير العرس ديال بنته وكل طبله ذبح فيها بقره. ووسط البقره كاين جوج خرفان ووسط الخروف كاين بيبي ووسط بيبي كاين دجاجه ووسط الدجاجه كاين الحمامه ووسط الحمامه كاين جوش ووسط الجوش كاين اوراق مكتوب فيها كل شيء على حساب الدوله. هادو شخصيات مهمشين ومنسيين وما كاينش اللي عاجبني انا. قلت المختار السكيري. المختار السكيري ولد الدرب اللي ديما سكران ما جايب الدنيا اخبار ما عارف شنو واقع في الزمان مهزوز ديما مهزوز. هو اللي عاجبني. شوفوا معايا المختار. المختار السكيري. ها المختار. المختار. المختار باقي ما جاش. عيت من غوت عليه باقي ما جاش لكن اللي غادي يجي غيعجبكم. غيعجبكم بزاف المختار. وماشي غير المختار اللي كاين. علاش المختار ترفع؟ لان كاين مشاكل كثيره وما بغاش يعيشها. مشاكل ما قدرش يعيشها ما قدرش يشوفها. فولا كيشرب وكيدوخ. مشاكل بحال هادشي. نعطيكم قبيله تكلمت لكم على صاحبي. صاحبي مسكين عبد الله الدكتور اللي ولا شمور اللي ما بقى عنده ما يدار. تصوروا ان المشكله ديال شمور كاين دابا اللي موظف وباغي غير يتزوج وما مجوزش لان ما عنده فين يسكن ما عنده فين يبرك ما عنده ما يدير. صاحبي مسكين خطبه ديال 4 سنين خطبه ديال 4 سنين وكيساري فيها تقهرات الزغبيه وكل ما كيجي يغمق على باه وباه كيتلاقى وين انت وليدي. عمي غندبر على راسي شويه ونشوف كي نديرو هذا. والمشكله ان خلصتو كلها كتمشي لي غير في العصير. زعما واحد القضيه غنقولها لكم البنات انا مزوج بكم ما باقيش طلبوا العصير. ياك ولي كلاص لي كلاص ومن وهي كتبرك البنت الكاسر ولا حوضه. اختي اش من عصير بغيتي؟ وانت اش من قهوه بغيتي؟ مسكين 54 الف ريال ديال العصير في 4 سنين ولا كلاص. لا كلاص اصاحبي كتحط حيطه وهي كتاكل في لا كلاص هو قلبو كيفين كيبان لك لا كلاص كيدوب عام وحده. والمشكله هو ان صاحبي مسكين طلب لي قال لي انا مزوج فيك اخويا سعيد رانا هذه 4 سنين وانا معاها 4 سنين وحنا خارجين ما عارفين فين نمشيو. كنتمنى غير شي نهار لانتيميتي ديالي ما عايشش فيها بقيت غير منسلها غير يديها ما قادرش غير كنقرب لها الناس كلهم كيديروا فيها. غادي في الزنقه كتوقف لاراف اجي اخويا اش كتجيك هذه؟ عيطوا على بوها 3 ايام وما مشوهين غاديين جايين داروا الكاغط غير باش يتفكوا. لكن فين؟ وحشم يقول لي بالعربيه قال لي جو فو كونسومي مون مارياج. قال لي تكرفست اخويا مزيان قال لي بغيت نسلاها غير يديها كي غندير وانا نوري واحد اللعيبه والحق عندكم ديروها. قلت لي بغيتي تمسلاها يديها قال لي المسلاها يديها. قلت لي بدا تقطع الشنطيات اللي فيهم الزحام واعر هادي ها شاد لها يديها وبارك عندك اختي رجعي بشويه طه طوب الجاي هالي بشويه عليك بشويه عليك عندك عندك بشويه لا يعود كيشري لها دلعه وكيقطع الشامبي هوب عندك اختي بشويه عليك ايوا عندك بشويه عليك ناري غدا تلقى الدلع اش داير هنايا في الرباط زعما كل واحد شري وحده دلعه وبارك يقطع بها الشامبي لي دروا دكتور انا نقولها لكم مصيبه. لكن المشكل كنضحكوا منه لكن المشكل ازمه وقع تلقى كيجي عند صاحبه داركم ما غيسافروش هاد النهار هذا من بعد الزواج غا كيتزوجوا دوز عامين ما كيبقاش يقطع لها يديها كيجيب حتى الشنطي يقول لها سيري هي تي ما كتكونش من العاجزين كدير ليه سير انت شاطوبيس براو. لكن المشكل هو الازمه. صوبوا البوله ديال الدرب عشان البوله هذه شحال من عام وهي مسكينه ما تبدلاتش وشحال من نائب تبدل هنا وهي دابا عاد عفا عليها الله مع القضيه فيها غير 3 سنين قال لك سعديه ما قالتلوحش ليا ديما قالتلوح ليا السالوت سعديه معليش قال لك علاش ما كنخلصش الكره
بيني وبينكم انا كنشد 150 الف فرانك وكاري ب 170، واخا نعطي الخصله كلها غيبقى كيتساني فهمي. ماشي بور لو كالكول، اللهم ما نعطي والو يبقى يتسال كلشي وبخير مع الله. واولا انا ما سميتيش مختار، سميتي المختار، مش عارف هاد القضيه مزيان نتقدموا لبعضياتنا. قال لك انا صقع، قلت لهم والله ما صقع بالله، انا هادشي اللي كيجرى ليا مكتوب ومقدر. قالوا لي انا رانا تزدت شحال من مصيبه وقعت، امي غبزاتني ووديت. علاش؟ حيت القابله تعطلت، كانت جايه تكركبت، عيطوا على الامبيلونس جايه كتجري في راس الدرب قد ما الدري، الدري هز بوطه في يدو دردبت والحومه تهزت. قال لك انا صقع، قلت لهم والله ما صقع راه غير ما عندي زهر. وهادشي اللي كيجرى مكتوب ومقدر. مني وصلت من العمر 7 قالوا ندخلوا الدري يقرا، شدينا الصف مدة. مني وصلتنا النوبة ستيلو خوا وبقى حتى ورقة، ناض الموظف عند الموظفة بغا ياخذ من عندها ستيلو ورقة عاود ليها نكتة، هي فمها مشرشم تلقات واحد الضحكة. دخل المدير على غفلة يسحبو كيتفلا، ضرب بونية لحرير نابو سنة هما يحبسو التقيه بمرة. قال لك انا صقع، وانا والله ما صقع راه غير ما عندي زهر. وهادشي اللي كيجرى مكتوب ومقدر. كبرت شويه قالوا غادي ندخلو يخدم، خدمت في شركه عالميه عندها بواخير. في ديك العشيه 4 ديال الباخيرات مشاو، 7 ديال الكاميوات مشاو، خرجوا كلشي، بقيت انا والعساس وشي كوليبات. تيقول لك انا صقع، والله ما صقع راه ما عندي زهر. وهادشي اللي كيجرى حوايا راه مكتوب ومقدر. معليش شويه دخلت نخدم في التجاره الحره، واحد خينا معروف العالم لاباس عليه. ديك العشيه هبط السوق ب 50%، ولا تم الحصيره هو تم الزربيه، كثروا عليه الديون وهو يقش راسو حدا سريع. سدوا الحانوت وجراو عليا وقال لك انا صقع. قلت لهم والله ما صقع انا غير ما عندي زهر، وهادشي اللي كيجرى مكتوب ومقدر. المهم قلت اش غندير، غنمشي للبحر نولي صياد ونتسنى الزهر يطلع واحد النهار من البحر. واحد النهار مشيت لتما، الحوت كان موفر غير بركت انا هو يغبر، ولكن الحوته كتدبل عليا وتسلت. الصياده اللي كانوا معايا بدلوا لوكر، لكن انا قلت نبقى صابر، وفي واحد النهار غادي يطلع الزهر، غادي يطلع الزهر وغادي نقول للناس بلي رانا ماشي صقع، بلي غير ما عندي زهر، وهادشي اللي كيجرى مكتوب ومقدر. واحد النهار وانا كنجر حسيت بالثقل، بديت كنجر حسيت بالثقل، قلت الله وقيل الزهر طلع وغنقول للناس ها الزهر. جبت صندوق عامر، صندوق عامر قديم ومخزز، حليت الصندوق وغير شفت وداك الشيء اللي كاين تما، وشفت لقيت واحد ميت ضربوني بست شهور. وتما عرفت راسي باللي صقع والقاع وصقوعيتي كتخلع بون ويلي كوبر. شكرا كثيرا.